في كل بيت أطفال مدارس لحد الآن ما تحدد مستقبلهم، هل بيداومون في البيت عن بعد أو بيداومون في المدارس. حبينا اليوم نقابل الناس ونتعرف على أهم مخاوفهم وهل بيرسلون أطفالهم إذا كان الموضوع اختياري ولا لا. لو الوزارة عطت أولياء الأمور الخيار أنهم يختارون الدراسة لأبنائهم حضوريا أو عن بعد، إيش بيكون اختيارك؟ والله الوقت الراهن يكون عن بعد. والله الكبار، لكن الصغار لابد انهم يكون حضور لانها مباشر، لانهم اطفال ما راح يتعودون عن بعد ولا راح يعني يتلقون يعني ويتعبون، يعني بيتعبون الجميع يعني لما يكون الوالد او الوالده عندهم دوام ما راح يسيطرون على الوضع يعني. فانا اؤيد التعليم عن بعد، ولكن بحيث ان نكون نهيئ له صوره ممتازه عند الطلاب، عند اولياء الامور، عند الشعب كامل، لان الصوره للحين ما تحسنت عن التعليم عن بعد، فاخذوها هينا، لكن ودك أن يكون في قرارات صارمة. حكم أن حضرتك أستاذة في الجامعة، كيف كانت تجربة التدريس عن بعد؟ والله إحنا كنا متوقعين في البداية أن حيكون في مشقات، خاصة أن التخصص اللي أنا بدرسه هندسي ويتطلب رسومات وحاجات زي كده، ففوجئنا أن التولز اللي مقدمها الجامعة، برنامج زوم سبيسيفيكلي يعني، وفر يعني عالج المشكلة بشكل غير طبيعي. والترم اللي فات عدى في منتهى النجاح والنتائج كانت مشرفة، بل انه يعني اضاف للمنتج مش نقص منه. يعني عندكم في الكويت خلاص القرار نهائي ان السنة الجاية التعليم يكون كله عن بعد؟ الى الان نعم القرار نهائي. انا رئيس قسم مادة اللغة العربية في الكويت، على اطلاع دائم ان التعليم الفصل الاول يعني رسمي واتخذ فيه القرار مجلس الوزراء وزير التربية ان التعليم راح يكون عن بعد. طالبة ولا ولية امر؟ طالبة. طيب جربتي الدراسة عن بعد، كيف لقيتيها؟ حلوة صراحة، تجربة حلوة ممتازة. هي في المدرسة احلى، عشان يعني بقعد مع اصحابي ونتكلم مع بعض وفي سبورتس، ويعني احسن من في البيت. حضوريا. ليش؟ اشوف حضوريا يكون اسهل عن بعد، من العن بعد يعني أكون أركز أكثر مع الأستاذة، أقدر أشارك أتفاعل مع الأستاذة أكثر. والله جد تجربة الدراسة عن بعد يعني ما هي ناجحة للأمانة، يعني أفضل الحضور. في الختام، الكل في انتظار قرار وزارتي التعليم والصحة الذي نأمل أن يكون في صالح أبنائنا وبناتنا الطلبة. نورة البهيجان، الرياض اليوم.